الابنورمال جيستيشنال ايج اند البيرث ويت. في شويه ديفينيشنز كده نعرفها، البري تيرم والفول تيرم والبوست تيرم. بيقول لك ان الفول تيرم الطفل عشان يتولد كامل فول تيرم لازم يكون من 37 ل 42 اسبوع، تمام؟ ريجاردلس اوف هيز ويت، يعني بغض النظر عن الوزن بتاعه لازم يكون من 37 اسبوع ل 42 اسبوع. طيب لو اقل من 37 اسبوع بنسميه البري تيرم، اقل من 37 بري تيرم، اكتر من 42 يبقى الوسط تيرم. يبقى الرينج بتاعنا النورمال رينج بتاعنا من 37 ل 42 بنسميه الفول تيرم. طيب اقل من 37 البري تيرم، اكتر من 42 البوست تيرم ريجاردلس اوف ويت، يعني بغض النظر عن وزن الطفل انا بحسب هنا اكوردنج تو الويكس، اكوردنج تو الديوريشن، يعني المده ماليش دعوه بالوزن. ماشي. في حاجه اسمها الديت، في ابروبريت فور ديت وسمول فور ديت ولارج فور ديت. الابروبريت فور ديت يعني الطفل ده وزنه وطوله متناسب مع عمره، يعني مثلا الطفل ده مولود عند 40 اسبوع، طيب وهو مولود 40 اسبوع الوزن بتاعه متناسب مع عمره، يعني مثلا من المفترض ان وزنه مثلا يبقى مثلا 3 كيلو ونص مثلا، قال لك هو نزل 3 كيلو ونص، يعني وزنه متناسب مع عمره، بنسميه الابروبريت فور ديت. قال لك حاطين رينج كده للابروبريت فور ديت من 10 من 10 برسنتايل ل 90 برسنتايل. لو الطفل لقوه في حاجه كده اسمها الجروس تشارت، بيشوفوا الجروس تشارت دي وزن الطفل وعمره وطوله، لو لقوه من 10 ل 90 برسنتايل يبقى الطفل ده ابروبريت فور ديت، يعني عمره متناسب مع وزنه وطوله بنسميه ابروبريت فور ديت. طيب لو اقل من 10 برسنتايل بنسميه السمول فور ديت. يعني ايه سمول فور ديت؟ يعني وزنه صغير بالنسبه لعمره، يعني مثلا هو عمره مثلا 38 اسبوع، 38 اسبوع يعني المفروض يبقى 3 كيلو مثلا، قال لك نزل الواد نزل 2 كيلو، يعني وزنه اقل من عمره، يعني هو نازل بعمره مثلا 38 اسبوع، من المفترض ان عندي 38 اسبوع يكون وزنه 3 كيلو، لا الواد نزل 2 كيلو، يبقى اذا وزنه اقل من المتوقع، بنسميه السمول فورديت. طيب في حاجه اسمها اللارج فورديت، يعني ايه لارج فورديت؟ قال لك ده بيبقى اكتر من 90 برسنتايل، اكتر من 90 برسنتايل على الجورس تشارت. طيب يعني الطفل ده كبير بالنسبه لعمره، يعني مثلا هو مولود عند 40 اسبوع، عند 40 اسبوع المفروض يبقى 3 كيلو مثلا، قال لك الطفل ده اتولد عنده 4 كيلو، وزناه لان 4 كيلو، يبقى هو كبير بالنسبه لعمره. يبقى تاني كده ابروبريت فور ديت من هي الرينج بتاعها من 10 ل 90 برسنتايل، قال لك ده العمر والطول بتاعه او العمر العمر متناسب مع الوزن، تمام؟ العمر متناسب مع الوزن. طيب السمول فور ديت اقل من 10 برسنتايل، ده وزنه اصغر او صغير بالنسبه لعمره، يعني مثلا عمره مثلا 35 اسبوع المفروض يبقى مثلا المفروض يبقى 3 كيلو بقى كام؟ 2.5، يبقى وزنه اقل من المتوقع، اقل من عمره. طيب لارج فور ديت ده وزنه اكبر من عمره، اكبر من المتوقع، تمام؟ بنسميه لارج فور ديت. طيب في حاجه اسمها اللو بيرث ويت، لو اقل من 2 كيلو ونص، لو الطفل اقل من 2 كيلو ونص بنسميه اللو بيرث ويت. طيب اقل من كيلو ونص بنسميه الفيري لو بيرث ويت، اقل من كيلو بنسميه الاكستريملي لو بيرث ويت، اقل من 3 ارباع كيلو 750 جرام بنسميه الانكريديبل لو او الامبوسيبل لو بيرث ويت، يعني الطفل ده وهو بالوزن ده 750 جرام لو اتولد وعاش مش هيعيش كتير، غالبا هيموت، يعني فرصه ان هو يعيش امبوسيبل، فرصة تكاد تكون مستحيل ان هو ايه؟ ان هو يعيش. طيب يبقى اقل من 2 كيلو ونص بنسميه اللو بيرث ويت، اقل من كيلو ونص الفيري لو بيرث ويت، اقل من كيلو الاكستريملي لو بيرث ويت، اقل من 750 جرام انكريديبل لو او الامبوسيبل لو بيرث ويت. ماشي. طيب الجستيشنال ايج احنا بنجيبه ازاي؟ في حاجات بنعملها قبل الولاده وحاجات بنعملها بعد الولاده. حاجات قبل الولاده انا بسال الام عن اللاست منسترال بيريود، بسال الام ايه اخر امتى اخر دوره شهريه جات لها وابدا احسب عمر الطفل من ساعتها، يبقى تمام اسال الام عن اللاست منسترال بيريود. تاني حاجه بعمل سونار واجيب المحيط الراس الهيد سيركمفرنس، من الهيد سيركمفرنس بتاع البيبي انا ببدا اعرف ايه عنده كام اسبوع. طيب في حاجه كمان، حاجه اسمها الاونست اوف فيتال ديفلوبمنت، يعني الام ابتدت تحس بانها حامل امتى، ابتدت تحس بخبطه العيل امتى، ده لو ما ظهرش على الاعراض بس ابتدت تحس ان في حاجه في بطنها من الاخر. يعني قال لك لو الست دي اول مره تحمل البريمي فيردا البريمي جرافيدا البريمي جرافيدا دي تبدا تحس عند الاسبوع ال 20، لو ولدت كتير عندها خبره تبدا تحس عند اسبوع 18. يبقى انا بسال الام عن اللاست منستر بيريود وبعمل سونار عشان اشوف الهيت سيركمفرنس بتاع البيبي، تمام؟ والام ابتدت تحس انها حامل امتى، لو البريمي جرافيدا اول مره تحمل بتحس عند الاسبوع ال 20، لو مالتي
كبيره يعني حمل كتير، عندها خبره، بدات تحس عند كام؟ الاسبوع 18. طيب بعد الولاده انا بعمل ايه عشان اشوف الطفل ده مولود كامل ولا ناقص ولا عنده كام اسبوع ولا وزنه كام؟ طيب انا بعمل ايه؟ بعمل حاجه اسمها النيورولوجيكال اكزامينيشن. نيورولوجيكال اكزامينيشن حاجه اسمها النيونيتال ريفلكس او البريمتال ريفلكس، قلناها في تسجيل قبل كده. طيب الفيزيك في حاجه اسمها الفيزيكال ريفلكس. الفيزيكال ريفلكس ده عباره عن ايه؟ انا بجيب محيط الراس الهيستركفرنس ومحيط الصدر الشيست سيركمفرنس، وبجيب الوزن واجيب الطول اللينس والويت. طيب واجيب اشوف الهير الشعر بتاعه، بشوف الشعره لازقه على راسه، حاجه اسمها اللانوجو هير، الشعره لازقه على راسه ولا الشعره كده قويه ومفروده. كل ما كانت الشعره قويه ومفروده كل ما كان الطفل ده فول تيرم، تمام؟ طيب الاير لوبيول، بشوف الاير الودن بتاعته، بشوفها يعني الكارتلج فيها اتكون ولا لا، بشوف القرقوشه بتاعت الودن دي الكارتلج فيها اتكون ولا لا. لو ما تكونش بتبقى الودن عباره عن ايه؟ حته جلده كده، حته جلده، تمام. طيب البريستنوديول، بشوف النبل، لو بشوف الديامتر بتاعه، لو اكتر من 3 مللي، اكتر من 3 مللي ان ديامتر، يبقى الطفل ده فول تيرم. طيب اشوف الجينيتاليا، الميل المفروض التستس بتاعته تبقى في السكروتم وبره الجسم، بتبقى ديسندد بره الجسم. لو اندسندد يبقى في مشكله، تمام؟ يبقى في فولتر المفروض التستس بتبقى موجوده في السكروتم وبره الجسم. طيب الفيميل، الفيميل المفروض يبقى فيها المفروض ايه؟ ليبيا ميجورا وليبيا ماينورا، والليبيا ميجورا بيكفر الليبيا ماينورا. لو لقيت الليبيا ماينورا موجوده بس وبرومينت، او الليبيا ميجورا مش موجوده او مش كفر الليبيا ماينورا، يعني في مشكله في الفيميل جينيتال سيستم، يبقى البنت دي مش فول تيرم، تمام؟ يبقى كل ما كانت الليبيا ميجورا وماينورا ويل ديفلوب، والليبيا ميجورا كفر الليبيا ماينورا، يبقى دي فول تيرم، فول تيرم فيميل. ماشي. بشوف حاجه اسمها الكريسز اوف سول، بشوف الخطوط اللي موجوده في الكريسز، في عندنا كريسز في البرم وكريسز في السول، بشوف الكريسز اللي في السول بشوفها موجوده ولا مش موجوده، تمام؟ يبقى كل ما كانت موجوده يبقى ده ايه؟ انديكيت انها ايه؟ ان فول تيرم. كمان في حاجه اسمها الديستريبيوشن بتاعتها، قال لك الكريسز دي المفروض تغطي كف الرجل كله، طبعا مغطيه كف الرجل، قال لك ساعات الكريسز دي ما بتوصلش الرجل كلها، يعني مثلا بتبقى مغطيه تلتين الرجل بس. قال لك دونت ريتش الانتيريور وان ثيرد اوف سول، تمام؟ يعني لو الكريسز دي مش واصله للتلت الاولاني الانتيريور وان ثيرد اوف سول، يبقى الطفل ده مش ايه؟ مش فول تيرم. ماشي؟ طيب نبدا كده بقى السمول فور ديت. يعني ايه سمول فور ديت؟ احنا قلنا دون السمول فور ديت يعني ان الطفل ده وزنه اصغر من المتوقع، يعني وزنه اصغر من عمره، تمام؟ يعني لو هو عمره مثلا 40 اسبوع المفروض يبقى مثلا وزنه 3 كيلو، انا لقيت وزنه 2 كيلو، تمام؟ فبنسميه السمول فور ديت. ايه اسبابه؟ حاجات ماترنال وحاجات فيتال. الحاجات الماترنال احنا قلنا الام عشان تودي الغذاء لابنها بتودي ازاي؟ قال لك السيركيوليشن بتاعتها السي في اس، قال لك اللنج بتاعت الام بتنقي الدم من الام سي او 2 وتدي له اكسجين، الاكسجينيت بلاد يروح رايح على الليفت هارت، الليفت هارت بتاع الام يضخ الدم في الاورطه، الاورطه يمشي في الدم يمشي في السيركيوليشن لحد ما يوصل لليوترس، من اليوترس للبلاسنتا، من البلاسنتا للامبليكال كورد، من امبليكال كورد للفيتس. لو في مشكله في المحطات دي كلها يبدا يبقى في مشكله في الغذاء اللي واصل للجنين، يبدا الطفل ينزل ناقص، تمام؟ قال لك لو في مشكله في السيركيوليشن بتاعت الام، هارت او كيدني ديزيز، هارت او كيدني او لانج ديزيز، في مشكله في السيركيوليشن بتاعتها الهارت او الكيدني او لانج ديزيز. طيب لو في مشكله عندها في السي بي اس اللي هو الهايبر تنشن، لو في مشكله عندها في البلاسنتا اللي هو الايه بري اكلامسيا، البري اكلامسيا او الايه اللي هو البلاسنتا انسفيشنسي، لو في مشكله في اليوتراين، في اليوترس حاجه اسمها اليوتراين تيتاني، قلناها قبل كده في ايه؟ في تسجيل اسفيكسيا. طيب مشاكل فيتال، يا اما نازل بكونجنتال انفكشن طرش، لو طرش قلناها في تسجيل قبل كده. طيب يا اما عنده كونجنتال انومالي، مثلا كونجنتال ساينوتيك هارت ديزيز مثلا، طيب عنده كروموسومال انومالي داون سيندروم مثلا، عنده مثلا التوين التوام، قال لك التوام داون واحد منهم بيطعم بيطمع في شويه دم، يعني مثلا لما يكون توام الاثنين عندهم نفس البلاسنتا، يعني مشتركين في البلاسنتا، تمام؟ قال لك طفل منهم بيطمع في شويه دم، شويه نيوترنت بياخدها من اخوه، فاخد اخد تاني اللي اتاخد منه ده يبدا ايه اللي هو اتحرم من شويه بلد او شويه نيوترنت، يبدا ينزل ايه؟ ينزل ناقص، تمام؟ يبقى في حاجات ماترنال وفي حاجات فيتال. الماترنال مشاكل في السيركوليشن، الهارت وكيدني ديزيز واللنج ديزيز، مشاكل اللي هو السي بي اس اللي هو الهايبرتنشن، مشاكل في البلاسنتا اللي هو البلاسنتا انسفشنسي او البري اكلامسيا، طيب عندنا في يوتراين تيتاني او الامبليكال كورد ممكن يكون طويل وخانق الطفل. طيب الفيتال كوز اثنين كونجنتال وتوين، اثنين كونجنتال اللي هو كونجنتال انفكشن والكروموسومال انومالي والكونجنتال انومالي. طيب والتوين لو واحد فيهم واخد شويه دم من اخوه. ماشي. الكلينيكال فيتشر، الكلينيكال فيتشر نختصر في كلمه ايه؟ السمول. مش احنا بنشرح سمول فور ديت، قال لك نختصر الكلينيكال فيتشر في كلمه سمول. اس يبقى سكين وسب كوتينيوس تشو، والام ميكونيوم ومصل، والاي اكتيفيتي، والال اللينس،
واحد واحده كده. الاس يبقى الاس سكين، سكين بلاقيه لوس ودراي وسكيلز، يعني ناشف ومقشف، ناشف ومقشف، دراي وعلى سكيل ماشي. السب كوتينس تيشو لوست، السب كوتينس فات، الفات اللي موجود في السب كوتينس تيشو بيقل، وده مشكله لان الفات بتاع السب كوتينس تيشو بيحتفظ بالحراره، فالطفل ده بيبقى عنده مشكله في الحراره، بيبقى عنده ايه، بيبقى عنده لو تمبريتشر ماشي. المصل، المصل بتبقى ليس بالكي، يعني المصل بتبدا تقل القوه بتاعتها او الضخامه بتاعت المصل دي تبدا تقل على مستوى الترانك وعلى مستوى الاكستريمز ماشي. الميكونيوم احنا قلنا في كان في تسجيل اسمه ايه، الميكونيوم اسبيريشن في ريسبيراتوري ستريس، كان الميكونيوم ده الستول بتاع الفيتس. الميكونيوم ده موجود في الجي اي تي، موجود في الانر كانال. الفكره ان الطفل نورمالي بيبلع شويه امنيوتك فلويد، امنيوتك فلويد تمام. طب ايه اللي جاب الميكونيوم في بق الطفل، اللي جاب الميكونيوم في الامنيوتك فلويد؟ لو بيحصل انترايوتراين اسفيكسيا، الانترايوتراين اسفيكسيا بتستميوليت او بتعمل ايه، بتعمل ريلاكسيشن على مستوى الانال سفنكتر، فشويه ميكونيوم يروح نازلين من الانال كنال للامنيوتك فلويد، فالطفل يبلع شويه امنيوتك فلويد بالخير اللي فيه، فيبلع امنيوتك فلويد وموجود فيه الميكونيوم، فالميكونيوم ده ماده لزجه تنزل تقفل لي، تقفل الاير واي، تعمل لي برونكيال اوبستراكشن تمام، تنزل كمان تترصف في الانسجه، تعمل لي ميكونيوم ستيننج على مستوى الهير والنيل و الامبليك الكورد تمام، فبتترصف في الانسجه دي تدي لها لون اخضر، يبقى بنسموه الميكونيوم ستيننج اوف هير اوف هير وسكين ونيلز وي امبليك الكورد. طيب الاي اكتيفيتي، يبقى اكتيف والرت وهنجري وايه جود كراينج جود ساكلينج، يعني بيعرف يرضع كويس، بيعيط اكتيف، يرفص كده ويتحرك تمام، وده كويس بالنسبه للطفل ده، لان هنعرف بعد كده في البريماتيور ان الطفل بيبقى عنده بور ساكلينج، مش قادر بيبقى ويك ماسلز، اما هنا الماسلز هي قليله ليس بالكي، ولكن عنده لسه الاكتيفيتي ستيل لسه كويسه، يقدر يرضع كويس، يقدر يعيط تمام. طيب محيط الراس ومحيط الصدر والوزن والطول، قال لك ان الوزن بيقل، مش احنا قلنا سمول فور ديت يعني وزنه قليل، يبقى سمول ويت، اللينس مش بيتاثر، طيب الهيد سيركمفرنس مش بيتاثر، بيبقى نورمال تمام. طب ايه الفكره؟ لما يكون وزنه صغير، وزنه ايه صغير، الهيد سيركمفرنس نورمال، فراسه ما تاثرتش، راسه نورمال تمام، ووزنه صغر، فاسمح لو قارنا، لو قارنا الراس بالوزن، قال لك الراس هتبقى نسبيا كبيره بالنسبه لبقيه جسمه، فقال لك الهيد تبقى لارج ان بروبورشن تو بادي سايز، بنسميه الاسيمتري، يعني الواد ايه ده، رد راسه كبيره، رد براسين ليه؟ لان هو الراس ما فيش في حاجه، بس الفكره ان هو عنده سمول ويت، يعني وزنه قليل، فلما وزنه قليل بالمقارنه ما بين راسه ووزنه، قال لك راسه كبيره، يبقى راسه لارج ان سايز ان بروبورشن تو بادي سايز ماشي. يبقى احنا قلنا الاختصار كلمه سمول، الاس سكين بيبقى لوس ودراي على سكيلز، السب كوتينس تيشو الفات اللي موجود في السب كوتينس تيشو بيحصل له لوست، فالحراره بتفقد ماشي. الام ماسلز يبقى في الترانك والاكستريمز بتبدا تقل، الاس بالكي ماشي. الميكونيوم احنا قلنا بيحصل ايه، الميكونيوم اسبيريشن، فالميكونيوم ستيننج بيترصف في الانسجه في الهير والنيل والسكين والامريكال كورد ماشي. الاي اكتف والرت وهنجري وجود ساكلينج ماشي، ان اوبوزيت تو بريماتيور. طيب اللينس نورمال، الهيد سيركمفرنس نورمال، الويت لو تمام، الهيد تبقى لارج ان بروبورشن تو بودي سايز، بنسميه الاسيمتري. طيب الكومبليكيشن بتاعت السمول فور ديت، الحاجات دي شرحناها بالتفصيل قبل كده وهنشرحها بعد كده، بس هنا هنعرفها انيوميريت مش اكتر. الكومبليكيشن قال لك 3 هايبو، 1 هايبر و2 بي وانفكشن، 3 هايبو و1 هايبر و2 بي وانفكشن، 3 هايبو 3 هايبو، هايبو جلاسيميا، هايبوثيرميا وهايبوكالسيميا تمام، هايبو جلاسيميا، هايبوثيرميا، هايبو جلاسيميا، 1 هايبر، هايبر بيليروبينيميا، 2 بي البوليسيثيميا والبلمونري بروبلم، والبلمونري بروبلم هتبقى ايه، هتبقى اسفيكسيا وميكونيوم اسبيريشن والبلمونري هيموريج. طيب واحده ايه، انفكشن ماشي. بالنسبه للبريماتوريتي، البريماتوريتي احنا ان الطفل اتولد قبل 37 اسبوع فبنسميه البريماتور. اسبابه يا اما ايديوباثيك، ده موست كومن تمام، مش عارفين ده سبب يعني، يا اما تكون ماترنال، يا اما تكون فيتال، يا اما تكون اوبستريتك، يعني حاجه في الام، حاجه في الطفل، حاجه في الولاده، ماترنال وفيتال واوبستريتك ماشي. الماترنال بنختصر اسباب الماترنال في كلمه سامي، دكتور سامي، دكتور سامي، الدي دي تبقى درج، يبقى الام دي مدمنه على الكوكين، على الاوبيويد، فالادويه دي بتعدي من البلاسنتا وتروح للطفل تعمل له مشاكل ماشي. الاس، الاس سوشيو ايكونوميك، يبقى لو سوشيو ايكونوميك. الاي ايج، الايج يا اما اقل من 20 او 35، يعني لو الام صغيره قوي او كبيره قوي الابن بتاعها هيبقى بريماتيور، يعني لو الام صغيره اقل من 20 او اكتر من 35 يبقى الاطفال بتاعتها بتبقى عرضه انها تبقى بريماتيور، تتولد قبل اوانها يعني. طيب الام مال نيوتريشن، مال نيوتريشن تمام، والاي انفكشن، ممكن يجي لها ترش، ممكن يجي لها دايابيتس، تي بي، كاردك ديزيز، الحاجات دي تاثر على البيبي. يبقى دكتور سامي الدي دراج، والاس سوشيو ايكونوميك، والاي ايج، والام، الام مال نيوتريشن، والاي النس.
الفيتال، الفيتال واحده بريجنسي واثنين كونجينيتال واثنين فيتال. البريجنسي مالتيبل بريجنسي، لو الام بتحمل كتير بتخلف سبعه بتخلف 10، فالاطفال بيبقى عرضه ان هم ايه بيبقوا بريماتيور. ماشي. الكونجينيتال، الكونجينيتال انفكشن زي طرش مثلا، زي طرش نازل واخد انفكشن من امه. طيب كونجينيتال مال فورميشن، عنده كونجينيتال انومالي معينه، او مثلا السنترز بتاعت برين لسه ايماتيور، لسه مال فورمد، زي مثلا الريسبير سنتر بيبقى ايماتيور او مال فورمد، فيحصل له ابنيه مثلا. طيب اثنين فيتال، الفيتال ستريس والهايدروبسفيتاليز. الهايدروبسفيتاليز شرحناها بالتفصيل في تسجيل الار اتش انكوماتيبيليتي. طيب يبقى هنا واحده بريجنسي مالتيبل بريجنسي، الام بتحمل كتير، اثنين كونجينيتال الانفكشن والانومالي، طيب واثنين فيتال ديستريس والهايدروبسفيتاليز. ماشي. بالنسبه لي اوبستريتك، اسباب في الولاده نفسها، طيب على مستوى اليوترس والسيرفكس والبلاسنتا والممبرين والامنيوتيك فلويد. يبقى اليوترس والسيرفكس والبلاسنتا والممبرين والامنيوتيك فلويد. اليوترس بيبقى في سبتم كده فاصل اليوترس عن بعضه، يبقى اليوترس مشقوق مفصول نصين، يعني يوترس مقسوم نصين على طريق سبتم في النص كده، بنسموه البايكورنويت يوترس. البايكورنويت يوترس ده يأثر على البيبي، تمام؟ يبقى يوترين مال فورميشن بنسميها بايكورنويت يوترس. طيب السيرفكس، السيرفكس العنق بتاع الرحم مفوت، بيفوت ايه؟ بيفوت الحمل، يعني الحمل كل شويه تسقط تسقط، او لو ما سقطتش بيبقى الطفل لو اتولد بيبقى ايه؟ بريماتيور، تمام؟ بنسميه الانكومبتنت يوترس، انكومبتنت سيرفكس. ماشي. البلاسنتا يا اما فصلت بدري بريماتيور سيبريشن في البلاسنتا فتعمل نزيف، يا اما عندنا الممبرين بريماتيور رابتشر للممبرين، يا اما الامنيوتيك فلويد كتير في الكميه بتاعته بنسميه البولي هايدرو امينوس. يبقى اليوترس في فاصل في النص بنسميه بايكونيت يوترس، السيرفكس مفوت انكومبتنت كومبتنت سيرفكس. طيب بريماتور سيبريشن للبلاسنتا، بريماتور رابتشر للممبرين، وبولي هايدرو امينوس. بالنسبه للفيتشرز بتاع البري تيرم على مستوى الميجرمنت، حاجات بنقيسها بالمازوره ميجرمنت على مستوى فيزيكال فيسيولوجيكال والكومبليكيشن. طيب الميجرمنت احنا قلنا الوزن والطول ومحيط الراس ومحيط الصدر. الوزن بيبقى ايه؟ اقل من 47 سم، الوزن اقل من 7 اقل من 2.5 كيلوجرام، اللينس اقل من 47 سم، والهيد سيركمفرنس اقل من 33 سم، والشيست سيركمفرنس اقل من 30 سم. يبقى الوزن والطول محيط الراس ومحيط الصدر 2.5 47 33 30، 2.5 47 33 30. طيب الفيزيكال بنشوف السكالب والسكين، السكالب والسكين على نفس الوزن، السكالب والسكين والاير نوديول والبريست، يبقى الاير لوبيول والبريست نوديول والكريسز اوف سول والنيل والجيناتاليا. تاني بنشوف ايه؟ بنشوف السكين والسكالب والاير لوبيول والبريست نوديول والكريسز اوف سول والنيل والجيناتاليا. بنشوف السكين ممكن يبقى شايني، ممكن يبقى بينك، تمام، بيلمع عليه لان السبكوتينس فات بيفقد، فيبدا ايه؟ يفقد حراره. كمان البلاد فيسلز الموجوده في السكين بتبدا تظهر فيبقى بينك، تمام. طيب بيبقى متغطي بحاجه اسمها اللانوجو هير. الطفل لما بيتولد بيبقى الشعر بتاعه لازق على جسمه كده، في شعر كده لازق على جسمه بنسميه اللانوجو هير. الشعر ده بيحافظ على حراره بتاع جسمه، تمام. يبقى اللانوجو هير بيبقى شعر رفيع كده وصغير لازق ايه على جسمه، تمام. ماشي. السكالب هير بيبقى فايني وولي، تمام، عامل شبه الصوف كده. الاير احنا قلنا ممكن الكارترج ما لحقش يتكون، يبقى اي ماتيور اير كارترج، فتبقى الودن عباره عن حته جلده كده شيبلس، تمام. بالنسبه لي البريست نوديول، البريست نوديول احنا قلنا المفروض بتبقى اكبر من 33 مللي، اكتر من 3 مللي في الفول تيرم، هنا بيبقى انه بري تيرم فتبقى اقل من 3 مللي ان دايمتر. طيب بالنسبه لي كريس سول احنا قلنا ممكن تبقى مش موجوده ابسنت، او ممكن ما توصلش للانتيريور وان ثيرد اوف سول، تمام. طيب النيل بتبقى دونت ريتش التيب اوف فينجر، يعني ايه؟ مش مكمله للاخر، الضافر مش مكمل للاخر، دونت ريتش التيب اوف فينجر. الاكسترنال جينيتاليا، الميل المفروض التستس تبقى في السكروتم، هنا بتبقى انديسندد تستس، التستس جوه ما نزلتش، تمام. طيب الجينيتاليا في الفيميل قال لك المفروض يبقى ليبيا ماجوره وماينوره، هنا بقى الليبيا ماجوره مش موجوده اصلا والليبيا ماينوره بتبقى بروميننت. ماشي. يبقى قلنا السكالب بيبقى فاين اولي، السكين بيبقى شايني وبينك ولو لو سبكتنس فات، فبالتالي الحراره بتفقد والاوعيه الدمويه بتظهر فتبقى بينك، تمام. والكفر باي اللي نوجو هير اللي هو الشعر اللازق على ايه؟ على الطفل ده. طيب الاير لوبيول الكارتج لسه ما اتكونش فتبقى حته جلده، تمام. البريست نوديول اقل من 3 مللي ان دايمتر، والكريز اوف سول يا اما مش موجوده ابسنت، يا اما لو موجوده مش بتوصل للانتيريور وان ثيرد اوف سول. بالنسبه للنيل دونت ريتش التوب اوف فينجر. بالنسبه للاكسترنال جينيتاليا قال لك في الميل بتبقى اندرستاندد تستس، في الفيميل بتبقى برومننت ليبيا ماينورا والابسنت ليبيا ميجورا. ماشي.
بالنسبه للفسيولوجي على مستوى الريسبيريشن، على مستوى الجي اي تي اكتيفيتي وبادي تمبريتشر والفسيولوجيكال جوندس. الريسبيريشن قال لك الطفل ده بيبقى نفسه ضعيف ويك وشالو. طيب ليه؟ قال لك بيحصل ابنيه. الابنيه احنا قلناها في تسجيل قبل كده ان هو ايه؟ سيسيشن للريسبيريشن، الريسبيريشن بيتوقف اكتر من 15 ثانيه ويز او داوت ساينوزس ويز او داوت براديكارديا في تسجيل لواحد اسمه ايه؟ الابنيه. ماشي. قال لك الابنيه ممكن تبقى سنترال ممكن تبقى بريفرال. سنترال ليه؟ لان الريسبيراتوري سنتر لسه اماتيور، لسه اماتيور. الريسبيراتوري سنتر مال فورمد او اماتيور. طيب بريفرال ليه؟ العضلات بتاعت الصدر الريسبيراتوري ماسل والبلايبل ثراسيك كيج، الثراسيك كيج بيبقى مرن، والعضلات بتاعت الصدر بيبقى تبقى ايه؟ ضعيفه، فمش عارف ياخد نفسه، مش عارف ياخد نفسه كويس، فيحصل ايه؟ ابنيه، ابنيه اوف بريماتيورتي. تمام؟ بتبقى ايه؟ على مستوى بريفرال وسنترال. طيب ايه الفكره؟ قال لك لما ما بيعرفش يتنفس السكريشن بتاعت صدره بت ايه؟ بت بيحصلها استجنيشن، يعني ايه؟ بدناها ركنه، ركنه في صدره، السكريشن مش بتطلع. تمام؟ كمان السيليا، السيليا في سيليا موجوده في الاير واي بتاعتنا في التركية واللاركس والحاجات دي، السيليا دي المفروض بتطرد السكريشن دي. السيليا بتبقى هنا اماتيور، لسه مش ما حصلهاش ماتوريشن، فالسكريشن بتبدا تتجمع كمان في الشيست، فتعمل لي انفكشن، فتعمل لي انفكشن. تمام؟ يبقى ريسبيريشن بيبقى ويك وشالو، بيحصل ابني او بريماتيورتي سنترال نتيجه ريسبر سنتر ايماتيور. طيب وبريفرال عشان عضلات صدره ويك ضعيفه، ويك ريسبر مسل. تمام؟ بتبقى لايبل ثراسيك كيج بيبقى مرن. تمام؟ كمان بيحصل ايه؟ السكريشن بتبدا تتجمع، السيليا بتبقى ايماتيور، فالسكريشن بتتجمع يعمل له ايه؟ يعمل له انفكشن. جي اي تي قال لك ايه؟ العضلات بتاعه الجي اي تي كلها ضعيفه من اول، من فوق لتحت. من فوق ازاي؟ قال لك العضلات اللي بتعمل ماستيكيشن، مصر ماستيكيشن، عضلات الفاركس، عضلات السمك، عضلات الانتستين، كل دي عضلاتها ضعيفه. تمام؟ ويك مصر. تمام؟ طيب بما ان ويك ماستيكيشن يبقى مش عارف يرضع، ساكلينج ويك ساكلينج. طيب ويك ويك مصر اوف فاركس مش عارف يبلع، ويك سوالونج. ويك مصر اوف ستومك يبقى ويك دايجيشن. طيب ويك مصر اوف انتستين فمش عارف يمتص، يبقى ايه؟ ويك ابسوربشن. يبقى من فوق لتحت الماستيكيشن والفاركس والاستومك والانتستين كل ده مضروب. تمام؟ فمش عارف يبقى ايه؟ الساكلينج، الساكلينج والسوالوينج والدايليشن والابسوربشن كل ده ايه؟ هيضرب. ماشي. كمان ممكن يحصل له ايه؟ الان اي سي، حاجه اسمها نيكروتايزي انتيركولايتس، قلناها في تسجيل قبل كده. طيب الاكتيفيتي قال لك الطفل ده بيبقى ويك، مش قادر يعمل حاجه، مش قادر يعيط حتى، ويك كراينج. الاكتيفيتي بتاعته بتبدا تقل، الاكتيفيتي بتبدا تقل، يعني يحصل عنده هايبوتونيا، يبقى العيل ايه؟ يعني ايه؟ التون بتاعته قليله شويه، طيب مرخرخ شويه. طيب البادي تمبريتشر، طيب من المفترض ان احنا عندنا حاجه اسمها الهيت ريجوليتنج سنتر، الهيت ريجوليتنج سنتر ده اللي بيظبط الحراره في الصيف وفي الشتاء. لو انا مثلا في الصيف الحراره عاليه، انا عايز اظبط درجه حراره جسمي بحيث تتلائم مع الوضع اللي انا فيه، بحيث اتكيف مع درجه حراره مرتفعه. ازاي؟ قال لك في حاجه اسمها الهيت برودكشن والهيت لوس. قال لك في الحراره العاليه، الحراره المرتفعه في الصيف، انا بقلل البرودكشن بتاعي وبزود اللوس. تمام؟ بس بقلل الهيت برودكشن عن طريق حاجه اسمها الهيت ريجوليتنج سنتر. تمام؟ عن طريق حاجه اسمها المصل كونتراكشن بتبدا تقل. لما المصل كونتراكشن تبدا تقل فالهيت برودكشن يبدا يقل. طيب كمان في حاجه اسمها السبكوتينيوس فات. طيب حاجه اسمها الفازو دايليتيشن فيعمل لي فلاشنج، فيبدا ايه؟ الحراره دي تفقد في الصيف. يبقى في الصيف انا بعمل ايه؟ انا بقلل البرودكشن بان انا بقلل الماسل كونتراكشن، ده اللي بيعمل لي الحاجات دي ايه؟ الهيت ريجوليتنج سنتر. كمان بعمل فازو دايليتيشن، بريفرال فازو دايليتيشن عشان اقلل الحراره. تمام؟ عشان ازود الهيت لوس. طيب في الشتاء انا عايز ايه؟ درجه الحراره منخفضه، فانا عايز احافظ على درجه حراره جسمي، فبعمل ايه؟ انا بزود الهيت برودكشن عن طريق حاجه اسمها الشيفرنج، اللي بيعمل الحاجات دي الهيت ريجوليتنج سنتر. طيب كمان ايه؟ بحافظ على درجه حراره جسمي عن طريق حاجه اسمها السبكوتينيوس فات. السبكوتينيوس فات اللي عندي بيحافظ على حراره جسمي. طيب الطفل ده ما عندوش الهيت ريجوليت سنتر، الهيت ريجوليت سنتر عنده ايماتيور، كمان السبكوتينيوس فات لوست. تمام؟ بما ان الهيت ريجوليت سنتر، الهيت ريجوليت سنتر ايماتيور والسبكوتينيوس فات لوست، فبالتالي هيفقد حراره، مش هيعرف يحافظ على درجه حراره جسمه، فتبقى التمبريشر بتاعته تبقى ايه؟ انستيبل او سب نورمال. ماشي. بالنسبه لي الفيستولوجيا جوندس بتبقى برولونجد وديلايد وديبر. ديلايد قال لك الطفل المفروض يحصل عنده فيستولوجيا جوندس لان الانزيم اللي اسمه جلوكونات ترانسفريز بيبقى اماتيور لسه. تمام؟ الليفر بيبقى اماتيور، فبيحصل فيستولوجيا جوندس من اول يوم الثاني. قال لك الطفل ده بتبقى عنده ديلايد فيستولوجيا جوندس من اليوم الثالث او الرابع. تمام؟ بتطول معاه. المفروض العادي ان الجوندس بتنتهي عند مين؟ عند الاسبوع الاولاني مثلا. قال لك الطفل ده بتكمل معاه اسبوعين. ماشي. بتبقى ديبر، المفروض الجوندس العاديه اخرها مثلا 12 مللي جرام بر دي ال، هنا بتوصل لكام؟ 15 مللي جرام بر دي ال. طيب بالنسبه للكومبليكيشن من فوق لتحت، من فوق لتحت، السي ان اس ورتنا، سي ان اس ورتنا وسي بي اس وريسبيريشن،
بعد كده الهيماتولوجيكال ونيوتريشنال واميونولوجيكال ورينال وجي اي تي. ماشي، من فوق لتحت. اول حاجه سي ان اس، اتش بي، اتش بي الاتش هيموريج، انتراكرينيال هيموريج، والاتش برضه اتش اي اي اللي هو الهايبوكسكيميك اسكيميك انكيفالوباسي. طيب والبي بليروبين انكيفالوباسي، يبقى الاتش بي اتش يبقى انتراكرينيال هيموريج والهايبوكسكيميك اسكيميك انكيفالوباسي والبي بليروبين انكيفالوباسي، دول شرح لهم بالتفصيل قبل كده. ماشي، بالنسبه لي الريتنا حاجه اسمها ريتنايتس او بريماتيوريتي او ريترولينتال فايبرو ديسبليزيا، دي انا هشرحها كمان شويه. ماشي، طيب بالنسبه لي السي بي اس، السي بي اس بيحصل حاجه اسمها الهارت فيلير نتيجه لوجود البيتا داكتس ارتريوزس، في ضغط حاجه اسمها داكتس ارتريوزس بتبقى موجوده ما بين البلمونري والاورطه، تمام، عشان اللنج ما تبقاش شغاله، تمام، فالطفل بيبقى ايه الدم عشان اللنج مش شغاله، ففي وصله ما بين البلمونري والاورطه اسمها ايه الداكتس ارتريوزس، دي بتتقفل بعد كده عن طريق الايه الاكسجين تنشن، لما الطفل يتولد اللنج بتاعته تبدا تشتغل، فانكريس الاكسجين تنشن يقفل لي الضغط دي وتتحول لحاجه اسمها ليجامنتوم ارتريوزم، تمام. قال لك الطفل ده عنده هايبوكسيا او هو بري تيرم بريماتيور، تمام، الهايبوكسيا دي تستميوليت البيتا داكتس ارتريوزس، الاندوثيليوم بتاعها يطلع حاجه اسمها البروستاجلاندين، البروستاجلاندين يحافظ على الداكتس ارتريوزس، تبقى عنده بيتا داكتس ارتريوزس، تمام، الدم المؤكسج والغير المؤكسج يتخلطوا على بعض، يعمل حاجه اسمها الهارت فيلير، تمام. طيب عنده كمان هايبوتنشن نتيجه الهايبوبوليميا والكارديك ديسفانكشن، طيب عنده برادي كارديا نتيجه للريسبيراتوري ابنيا، ريسبيراتوري ابنيا اسوشيتد ويز برادي كارديا، يبقى عنده هارت فيلير نتيجه البي دي اي نتيجه الهايبوكسي، وعنده هايبوتنشن نتيجه الهايبوبوليميا والكارديك ديسفانكشن، وعنده برادي كارديا نتيجه الريسبيراتوري ابنيا. ماشي، الريسبيريشن بيبقى عنده ايه كلمه ذهب، ذهب الدي ريسبيراتوري ديستريس شرحناها قبل كده، والاتش الاتش هيموريج بالمونري هيموريج، ليه عنده بالمونري هيموريج؟ لان عنده ايه حاجه اسمها فراجايل كابيلري، فراجايل بالمونري كابيلري تبقى لايبل ان يحصلها رابشر، فالطفل يبدا يكح دم، عنده هيموبتسس وعنده ايه بالمونري هيموريج نتيجه ليه الكابيلري بتاعه البالمونري بتبقى ضعيفه، تمام، فراجايل بالمونري كابيلري. حاجه كمان الطفل ده ممكن عنده ديكريس السيرفكتنت، السيرفكتنت عنده قليل، تمام، فانا بدي له سيرفكتنت من بره، من ضمن الكومبليكيشن بتاعه السيرفكتنت ان بقى ايه بالمونري هيموريج. طب الاسباب بتاعتها مشروحه في ريسبيراتوري ستريس، يبقى بقى عنده ايه بالمونري هيمورش، عنده الاي، الاي ابنيا او بريماتيوريتي، تمام، وشرحناها بالتفصيل قبل كده. البي نيوموثوركس نيومونيا وبرونكو بالمونري ديسبليزيا، نيوموثوركس ونيومونيا ليه؟ احنا قلنا بيحصل ايه استاجنيشن للسكريشن نتيجه مش عارف يكح مش عارف ياخد نفسه، تمام، كمان السيليا ايه ماتيور، فالسكريشن تبدا تتجمع يعمل له ايه ريكرنت تشيست انفكشن، يجي له نيومونيا. طيب من كتر الانفكشن اللي بتيجي تعمل اريتيشن للاندوثيليوم بتاع البالمونري، فبتعمل ايه ديسبليزيا، برونكو بالمونري ديسبليزيا او كرونيك لانج ديزيز من كتر الايه الانفكشن. ماشي، يبقى عنده ذهب الدي ديستريس الريسبيراتوري ستريس، تمام، اللي هو الار دي اس، تمام، والاتش هيموريج بالمونري هيموريج، والاي ابني او بريماتوريتي، والبي نيوموثوركس ونيومونيا وبرونكو بالمونري ديسبليزيا. ماشي، بالنسبه ليه هيماتولوجيكال بيبقى عنده انيميا وبليدنج، عنده انيميا ليه؟ نتيجه ليه؟ في حاجه اسمها الليت فيتال بيريود، الليت فيتال بيريود قبل ما الطفل بيتولد على طول قال لك بياخد شويه حاجات من امه، بياخد ايه؟ شويه ايرون، بياخد فيتامين، بياخد شويه املاح، شويه مش عارف صوديوم ماجنيسيوم الحاجات دي، ياخد شويه حاجات من امه تعدي بلاسنتا عشان تتخزن في البيبي، لان الطفل لسه على ما يتولد مش هيلحق يكون الحاجات دي، مش هيلحق جسمه يكون الحاجات دي، فبياخد شويه حاجات المينرال والفيتامين والفوليك اسيد والايرون والحاجات دي يخزنها عنده. طيب بما ان الطفل بري تيرم، الطفل اتولد قبل اوانه فما لحقش يخزن الحاجات دي، فالستورز بتاعته قليله، فمثلا عنده الايرون قليل والفوليك اسيد قليل، لما الحاجات دي تبدا تقل يجي له ايه انيميا، الانيميا ايرون ديفيشنس انيميا، يجي له فوليك اسيد ديفيشنسي انيميا اللي هو الميجالوبلاستيك انيميا، تمام، نتيجه ايه الستورز بتاعته قليله، تمام، فيجي له ايه يجي له انيميا، تمام. ماشي، بيجي له بليدنج ليه؟ لان احنا قلنا فيتامين كي ستورز قليله، الفيتامين كي ستورز قليله، كمان الفلورا اللي بتصنع فيتامين كي لسه ما اشتغلتش ابسنت فلورا، تمام. بيجي له حاجه اسمها دي اي سي، ماشي، بيجي له كمان البليدنج، بليدنج من ايه؟ بليدنج من الفيتامين كي والدي اي سي، وحاجه اسمها الكواجوليشن فاكتور اللي بيصنعها مين؟ الليفر، والليفر لسه اي ماتيور لسه ما لحقش يصنع كواجوليشن فاكتور، تمام. يبقى الهيماتولوجيكال انيميا وبليدنج، الانيميا نتيجه نقص الستورز الايرون والفوليك اسيد، والبليدنج نتيجه الفيتامين كي ستورز بيقلوا، تمام، والدي اي سي والنتيجه للكواجوليشن فاكتور اللي بتصنع من الليفر ما اتكونتش لسه عشان الليفر اي ماتيور. ماشي، بالنسبه لي اميونولوجيكال المناعه، قال لك الطفل بياخد باسيف اميونيتي من امه، بياخد باسيف اميونيتي شويه انتي بودي، الام بيجي لها شويه انفكشنز تكون ضدها انتي بودي، الانتي بودي اللي اتكونت دي بتعدي بلاسنتا وتروح للبيبي، تمام، فبيجي له باسيف اميونيتي. طيب الجسم بتاعنا المفروض يعمل اكتيف اميونيتي، جهاز المناعه يشتغل هو كمان ويطلع لي حاجه اسمها السيل ميديتد اميونيتي والهيومورال اميونيتي، يطلع لي انتي بودي تضرب لي الانفكشنز اللي جايه
تهاجم الجسم، تمام؟ المناعه بتاعت الطفل ده لسه واقعه، لسه الاميون سيستم ما اشتغلش، فالاكتيف اميونيتي عنده مضروبه، تمام؟ فيجي له انفكشن، يجي له ايه؟ يجي له سبسس. النتيجه الايه؟ النتيجه ان الاكتيف اميونيتي الهيومورال والسيل ميديتد مضروبين. طيب النيوتريشنال، احنا قلنا بيجي له انيميا نتيجه نقص الستورز، نقص الفيتامين، نقص الايرون، نقص فوليك اسيد، بيجي له ريكتس نتيجه نقص فيتامين دي، تمام؟ بيجي له هايبوجلايسيميا، بيجي له هايبوكالسيميا. طيب بيجي له هايبوجلايسيميا ليه؟ هايبوجلايسيميا بيجي له ليه؟ هو اولا العضلات بتاع الماستيكيشن مش شغاله، مش عارف يرضع، فما بياكلش، يبقى نقص الانتاج. طيب عضلات حتى لو كل الابزوربشن والدايجشن عنده مضروبين، تمام؟ فمش عارف يمتص، يبقى بيجي له هايبوجلايسيميا نتيجه نقص الانتاج ونقص الابزوربشن، تمام؟ نقص الستورز كمان اللي احنا قلنا اللي في تبريد ما لحقش يخزن، تمام؟ فنقص الستورز كمان ممكن يكون الام عندها سكر، تمام؟ فبيجي له حاجه اسمها انفانت اوف دايابيتيك ماذر. الانفانت اوف دايابيتيك ماذر المكرياس بتاع الطفل يبدا يعمل رياكشن ضد السكر ده، ويعمل لي حاجه اسمها الهايبر انسولينيميا. الهايبر انسولينيميا دي بتقلل الجلوكوز فتعمل لي هايبوجلايسيميا. كمان الانتي انسولين هرمون اللي هو جروث هرمون والكورتيزول والثايروكسين الحاجات دي قليلين عنده، يبقى الانتي انسولين قليله. كمان الانفكشن والهايبوكسيا، الانفكشن والهايبوكسيا بتعمل كونسامشن، بتعمل كونسامشن للجلوكوز، تمام؟ يبقى الهايبوجلايسيميا اسبابها في الطفل ده نقص الستورز والهايبر انسولينيميا وديكريس الانتي انسولين هرمون وديكريس الانتيك وديكريس الابسوربشن والانفكشن والهايبوكسيا بتكونسيوم جلوكوز. المهم انه عنده هايبوجلايسيميا، ماشي. كمان عنده ويك سايكلينج وسوالينج ودايجيشن وابسوربشن، احنا قلنا ليه؟ لان عضلات كلها مضروبه، عضلات من اول الماستيكيشن والفاركس والاستومك والانتستين، ماشي. عنده هاي جروس ريت وعنده لو ريزيرف عشان نتيجه ايه؟ نتيجه ديكريس اللي اسمه السبكوتينس فات، وعنده الستورز اللي هي الايرون والفوليك اسيد والكالسيوم والفوسفيت والجلا، تمام؟ طيب الجي اي تي، جي اي تي احنا قلنا بيحصل ايه؟ بيحصل حاجه اسمها نيكروتايزنج انتيروكورايتس نتيجه الهيبوكسيا والاسكيميا والاستاجنيشن بتاع الفود والبكتيريا الانفكشن، الحاجات دي بتعمل نيكروزس في الابيثيليا بتاع الجي اي تي، فتعمل لي حاجه اسمها نيكروتايزنج انتيروكورايتس، شرحناها في تسجيل قبل كده، ماشي. بيجي له حاجه اسمها استياتوريه، استياتوريه ديفكت في الفات ابسوربشن، تمام؟ فقال لك الفات سوبر فيتامين اللي هي الاي والدي والاي والكي تبدا تقل امتصاصها، فتجي له اي فيتامين اي ديفيشنسي وفيتامين دي ديفيشنسي، يجي له ريكتس، فيتامين اي ديفيشنسي يجي له انيميا، فيتامين كي ديفيشنسي يجي له ايه؟ بليدنج، تمام؟ قال لك بس من رحمه ربنا الحمد لله ان لبن الام في بدايه في اول اسبوعين بيبقى حاجه اسمها الكولاستروم، الكولاستروم بيبقى لو فات كونتنت، يعني الفات اللي بياخدها الطفل بتبقى اصلا قليله، تمام؟ حتى لو عنده ديفكت في الفات ابسوربشن مش هتظهر او استياتوريه، مش هيحصل له استياتوريه نتيجه لان الكولاستروم لس فات كونتنت، ماشي. الرينال قال لك النفرون بيبقى لسه اماتيور، فمش عارف يفلتر، مش عارف يعمل فلتريشن، فالجي اف ار يبدا يقل. قال لك ايه؟ انابيلتي او ديكريس الكاباسيتي تو كونسنتريت اليورين، فيجي له ايه؟ بولي يوريا، تمام؟ يجي له ديهايدريشن، يجي له جفاف، يجي له اسيدوزس نتيجه البايكارب بينزل في اليورين، تمام؟ البايكارب بينزل في اليورين يعمل له ميتابوليك اسيدوزس، ماشي. طيب بالنسبه للريتينا، ريتينايتس او بريماتوريتي او ريترولينتال فايبر ديسبليسيا، قال لك لما في اطفال بيحتاجوا اكسجين، الاطفال اللي بيحتاجوا اكسجين انا بديهم اكسجين من بره، من ضمن السايد افكت بتاعت الاكسجين الريتنا بتبدا تعمل رياكشن ضد الاكسجين ده، الرياكشن بتاعها بيبقى ايه؟ فازو بروليفريشن. قال لك يحصل ايه؟ قال لك بيحصل على مراحل، اول مرحله فازو كونستريكشن، بعد كده يحصل ايه؟ فازو دايلاتيشن وفيتروس هيموريج، بعد كده يحصل ايه؟ نيوفاسكولاريزيشن، نيوفاسكولاريزيشن يعني بروسس اوف نيو فيزل فورميشن، بعد كده بيحصل ايه؟ تكوين فايبرس تيشو اتراكشن وريتنا ديتاتشمنت. كان في حاجه اسمها الريتنا بتتكون من 10 لاير، كان في حاجه اسمها الريتنا بيجمنت الابيثيليوم واتصل عليه ربقيين، تاني كده الريتنا بتتكون من 10 لاير، لاير منهم اسمها الريتنا بيجمنت الابيثيليوم، تمام؟ دي في الامبريولوجي بتبقى جايه من حته والتسعه عليه ربقيين جايين من حته تانية، فاللي بيحصل ايه؟ ان الفايبرس تيشو اللي اتكون بيفصل لي اللاير اللي اسمها الريتنا بيجمنت الابيثيليوم عن التسعه عليه ربقيين، فيعمل لي ايه؟ يرجع الامبريولوجي لاصله، تمام؟ فيعمل لي حاجه اسمها الريتنا ديتاتشمنت، ماشي. يبقى الريتنا الريترولينتال فايبر ديسبليزيا عايز اعرف تعريفها، هي فازو بروليفراتيف ديس اوردر بيحصل في الريتنا في الاطفال البريماتيور اللي بيتعرضوا لهاي اوكسجين تنشن اندر لونج ديوريشن، تمام؟ الريسك فاكتور قال لك الاطفال بريماتيور متعرضين للهاي اوكسجين تنشن فور لونج ديوريشن، تمام؟ وعنده كام في مثلا عندها فيتامين اي ديفيشنسي، فيتامين اي كان انتي اوكسيدنت، فلما عطتهم فيتامين اي ديفيشنسي الاوكسيدنت اللي تيجي تضرب الريتنا دي وتعمل لي الاسكيميا وتعمل لي الريتناس او بريماتوريتي تبدا تشتغل، مش لاقي ليه؟ مش لاقي اللي لمها من الاخر، ان فيتامين اي كان ايه؟ كان انتي اوكسيدنت. طيب الباثوجينيسيس احنا بيحصل على اربع ستيج، ستيج 1 فازو كونستريكشن، ستيج 2 فازو دايلاتيشن وهي بتاسمرج، ستيج 3 نيو فاسكولاريزيشن، وستيج 4 تراكشن نتيجه لوجود الفايبر تيشو،
يفصل لي اللي هي اسمها الريتنال ريتنال بيجمنت ابيثيليوم عند 9 ل 40، فيعمل لي حاجه اسمها انفصال الشبكيه ريتنال ديتاتشمنت. على مستوى كده كبيكشر قال لك ما بيحصلش علامات تحذيريه، يعني الطفل مره واحده بيخش لي في ايه؟ في استجماتيزم وريتنال ديتاتشمنت وزاوت وورنينج سيمتوم. طيب التريتمنت قال لك ايه؟ الوقايه خير من العلاج. لو الطفل ده محتاج مني اكسجين يبقى انا هحطه على اكسجين ولكن تحت ضغط منخفض لو اكسجين تنشن، وقدر الامكان احاول اقلل من المده، يبقى لوست ديوريشن او ليست ديوريشن، يبقى ديكريس اكسجين تنشن ات ليست ديوريشن. طيب ادي له فيتامين اي من بره، ان فيتامين اي انتي اوكسيدنت هيحمي له الريتنا. طيب اعمل له روتين اكزامينيشن، فحص قاع العين الاوفثالموسكوب عند سن شهر وعند سن 3 اشهر، اعمل له اوفثالموسكوب اللي هو الفندس اكزامينيشن عشان اطمن على الريتنا. اي طفل بريماتيور انا بطمن على الريتنا بان اعمل اوفثالموسكوب فحص قاع العين عشان اشوف لو حصل ريتنا ديتاتشمنت. ماشي. اللي سكويل قال لك ايه؟ اخر كومبليكيشن ممكن تحصل للطفل ده. قال لك على مستوى النيورولوجي ممكن يحصل منتال ريتاديشن ام ار، ممكن يحصل سيريبرال بولسي، ممكن يحصل استسري. طيب ممكن يحصل ايه؟ تضرب الهيرينج والفيجوال. تمام. طيب الشيست قال لك ايه؟ من كتر الانفكشن يجي له البونكو بالمونري ديسبليزيا. طيب ممكن يجي له كور بالمونال الجي اي تي، بيحصل مال نيوتريشن مش عارف ياكل، طيب مش عارف يمتص. تمام. الانيميا ريكتس، احنا قلنا ليه؟ عشان الكسر ستورز. ماشي. الشورت باوت سندروم على مستوى السوشيال بيحصل ايه؟ الابيوز ونجلكت. يبقى الكومبليكيشن احنا قلنا من فوق لتحت السي ان اس، بعد كده ريتنا، بعد كده سي في اس وريسبيريشن، بعد كده هيماتولوجيكال اميونولوجيكال ونيوتريشنال، بعد كده جي اي تي وابدومين. طيب احنا كل احلى بالتفصيل، وقلنا الليت سيكويل نيورولوجي وشست وجي اي تي وسوشيال.